التعليم ما له وقت معين. الطبخ كيمياء، الفن كيمياء، كل شيء كيمياء. أنت تخصصك طب؟ طب. فأنت وظيفتك بأمان الحمد لله. إن شاء الله. إن شاء الله حتى الآن بأمان يعني. يعني حتى العلاقات الاجتماعية بين الناس ترى فيها كيمياء. مجال الرياضيات دام انت تحبينه، ابي تطبيق عليه بحياتنا الواقعيه هنا بالكويت. فلوس. راح يكون مستقبلي كله بالرياضيات. انا اصلا الحين دخلت تخصص هندسه معماريه، فمستقبلي ان شاء الله كله راح يكون بالرياضيات ونعمر الكويت ان شاء الله. احب الكيمياء وايد لانه يعني ذكرني بالمجال الفني اللي احس قللت اهتمامي فيه يعني مع تطوري بالعلم، فاحس لقيت الفن بالكيمياء. شلون الفن بالكيمياء؟ لما يعني مثلاً نروح لاب كيمياء نحاول يعني نسوي يعني شيء جديد صح؟ مثل اللي نسوي بالفن بأدوات الفن، بس إحنا نسوي بعناصر الكيمياء نفس الكونسبت، بس الفرق إن أنت من وين تشوفه وشلون تسوي. ودي أبدع بمجال الروبوتات أكثر، له مستقبل كبير. أوردي المركز مسوين وايد ورشات للروبوتات والذكاء الاصطناعي. وايد أحب الأحياء. خلينا نقول زيت الأكل، زيوت الطعام، أنت تخلص منه بس ما تحتاجه، فلتر تحطه تحت المغسلة، فلما تصب الزيت ممكن تعيد تدويره مرة ثانية وتستعمله كمصدر طاقة. مجال علمي أنا عندي الطب اللي ممكن احنا ندخلها في الجراحة، مثل AI، مو AI، الأجهزة، الروبوتات مثلا في العمليات. تثق ان الروبوت يسوي لك عملية؟ مو بالضرورة ان الروبوت هو اللي يسوي لك العملية، لكن الروبوت ممكن يساعدك في العملية نفسها، لكن الطبيب هو اللي يتحكم في الروبوت نفسه.